السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في ملفات إريتريا جديدة لهذا الأسبوع، لهذا اليوم السبت من قناة الحوار. نبدأها معكم من الساعة الواحدة حتى الثانية بتوقيت لندن. موضوع ملف لهذا اليوم: الدور الإريتري في الحراك العسكري الدولي في البحر الأحمر. قام الرئيس الإريتري سياس أفورقي الأسبوع الماضي بزيارة لدولة الإمارات العربية، التقى خلالها بالمسؤولين الإماراتيين. تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي دمرت فيه قوات الحوثيين في اليمن إحدى السفن الإماراتية، وكذلك أيضا اتهام أثيوبيا المباشر لدولتي إريتريا ومصر بدعم العنف في أثيوبيا. من جهة أخرى مشاهدينا الكرام، يشهد البحر الأحمر حراكا عسكريا غير معهود بعد استهداف جماعة الحوثي في اليمن للمدمرة الأمريكية، حيث أكدت الولايات المتحدة استهدافها لمواقع لجماعة الحوثي في اليمن. وفي المقابل حركت إيران الداعم الرئيسي لجماعة الحوثي سفينتين تجاه البحر الأحمر. إذن لماذا زيارة الرئيس الإريتري للإمارات في هذا التوقيت؟ وإلى أين يتجه هذا الصراع في البحر الأحمر واليمن؟ وما تأثير الوضع في القرن الأفريقي على وجود إريتريا في التحالف الدولي؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها على ضيف حلقة هذا اليوم، الأستاذ شوقي محمد أحمد، وهو ناشط سياسي. أهلا بكم وبكل اتصالاتكم عبر هذه الساعة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يبدو أن هناك نوعا من الفوضى العارمة، حراك سياسي وزيارات وأمور عديدة في منطقة البحر الأحمر بالتحديد. لكن نبدأها، لماذا هذه الزيارة؟ الرئيس الإريتري يزور الإمارات اليوم وفي هذا التوقيت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هناك ترتيب يبدو دولي وبالتحديد من الغرب لترتيب أو أوضاع المنطقة في القرن الإفريقي وفي منطقة الخليج ومنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. كل هذه الدول يراد لها ترتيب جديد بما يتوافق مع المصالح الدولية وخاصة المصالح الغربية. وعليه طبعا كما يعلم الجميع، هناك دولة الإمارات لها أو النظام الإريتري أعطى ميناء عصب لدولة الإمارات، وحيث بنت دولة الإمارات هناك قاعدة عسكرية لاستخدامها في أغراض ربما المعلنة هي اليمن، ولكن في المستقبل لا ندري كيف ستستخدم هذه القواعد. ماذا تعني اليمن؟ هل هي يعني تقصد أنها داعمة لهذا التحالف أو الحرب؟ نعم، طبعا دولة الإمارات تعتبر جزء من التحالف العربي، وشاركت في كما يقولون أنه في ضرب الحوثيين في اليمن. ولكن وعلى حسب التقارير الأمريكية الأمنية، أن الدور المنوط لدولة الإمارات هو محاربة الإسلاميين في اليمن. وكما يقولون القاعدة أو غيرها. وهذا هو الدور الكبير، وهي الآن بتعمل في هذا الموضوع. ربما الإسلاميين يشمل حتى جماعة الإصلاح وغيرهم يعني. وعليه فإن ارتباط الإمارات بإريتريا وإعطاء النظام الإريتري لقواعد لمدينة لميناء عصب وبناء قواعد عسكرية دون علم والشعب الإريتري، حتى الآن النظام الإريتري لم يقدم أي معلومات عن إعطاء ميناء عصب لدولة الإمارات. ليس هناك، فقط الناس بتستمع للمعلومات والأخبار الخارجية. ولكن أليست هذه الزيارة داعمة لذلك؟ بالإضافة إلى أن قد تكون، لأن التحاليل السياسية، المحللين السياسيين أيضا يتجهوا للإمارات، تريد حماية أيضا أراضيها بعد علمها وجود قواعد لإيران قد أجرت أيضا إريتريا لها.
أنا أستغرب يعني أنت تأتي الإمارات تأتي إلى البحر الأحمر كويس لحماية الآخرين في حين أنه جزر إماراتية حتى الآن تحت سيطرة الإيرانيين جزر أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى فإذا كان الأولى أن تكون القواعد هناك في منطقة الخليج يعني في كذا حتى تستعيد هذه الجزر الإماراتية يعني أما هنا يعني استخدام هذه القواعد حتى الآن غير معروف غير الأشياء المعلنة في استخدام واستهداف الحوثيين ولكن هناك التوجه الموجود عامة أنه هناك مؤامرة كبيرة ربما يشترك فيها حتى العرب في المنطقة لتفتيتها يعني ما ممكن أنه كل هذه القوة وكل هذا التحالف الموجود الآن لم يستطع أن يحل قضية اليمن يعني الهدف هو الآن لم يصبح يمنيا فقط بل إنما اليمن يصبح هو البوابة لتفتيت المنطقة ويتخذ من الحوثيين وغيرهم شماعة كما استخدمت شماعة داعش لتفتيت المنطقة وعلى رأسها السعودية. إذا نستطيع أن نقول أنه صراع بين هذه الدول على حساب قضية أو مشكلة أو أزمة اليمن حاليا صراع بعضهم لبعض نعم هذا الصراع هو اليمنيين كانوا هم أولى بحل مشاكلهم بأنفسهم ولكن هذه التدخلات الكبيرة من إيران وأمريكا وكذلك حتى التحالف العربي لم يحل الإشكال هناك بل زادت بل زاد مأساة. لذلك نحن لو عدنا إلى موضوع السؤال عن الإمارات والنظام في إريتريا يعني هذه العلاقة وهذه الزيارة طبعا يعني كما ذكرت أن النظام الإريتري لا يطلع الشعب الإريتري على ما يجري على ما يجري في داخل إريتريا وهذه تمس السيادة الوطنية الإريترية يعني حتى لو يتم يعني تم تأجير من عصب للإمارات يجب أن يعرف الشعب الإريتري أنه تم تأجير هذا الميناء ويفتتح رسميا وكذا أما أن تعطى سيادة البلد وسيادة الوطن لدولة أجنبية وتستخدمها كما تشاء ولذلك جاءت هذه الزيارة حتى يقبض ثمن ما قدمه لهؤلاء القواعد العسكرية الميناء استئجار الميناء فيأتي ويأخذ ما قدمه لهؤلاء أو لدولة الإمارات مقابل ما قدمه أما النقطة المهمة هي في مسألة الزيارة تأتي مباشرة بعد اتهام إثيوبيا سنأتي لهذه النقطة ولكن أريد أن نفهم أكثر بوضوح أن هذه ليست الزيارة الأولى لدولة خليجية إما هو هرولة إلى هذه الدول منطقة الخليج أما دول الخليج كقطر والسعودية أيضا هرولة إلى إسياس لماذا هذه الزيارات تباعا تأتي منفصلة وخاصة كيف تفهم خلف هذا طبعا يعني هناك يبدو صراع خفي بين الإمارات والسعودية حتى في المنطقة يعني وحتى القطريين يعني فهناك طبعا زمان في الوقت السابق كان إسياس أفورقي يزور كثير لدولة قطر ربما هذا الدور تراجع الآن ربما يتعلق بموضوع الأسرى الجيبوتيين أو غيره الآن الإمارات هي الواجهة وهي العلاقة بين التحالف والنظام الإريتري وكون أنه يجتمع مع نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو محمد بن زايد هذا دليل على أن الأمر له بعد أمني وعسكري في المنطقة وخاصة بعد زي ما ذكرنا التهديدات كيف نستطيع أن نفهم سياسة هذه الدول الخليجية التي تحاول أن يعني تقوم بزيارات لا نفهم ما هي أو خلفية هذه الزيارات لإسياس إسياس طبعا أنا حتى في هذا البرنامج تحدثت كثيرا عن أن هذا الرجل لا يمكن أن يؤمن أبدا في كل المجالات حتى التحالف العربي أنا أستغرب يعني كيف يمكن أن يأمنوا إسياس أفورقي إسياس هذا الحليف كان لإسرائيل وحليف لكثير من المؤامرات في المنطقة أنت كيف تأمنه يعني ليساعدك في حل قضية اليمن يعني كان إسياس أفورقي هو جزء أصيل وجزء أساسي من دعم الحوثيين ودعمهم بالسلاح الذي كان يأتي من إيران
هو دربهم وهو يعني فعل الكثير من أجلهم، واليوم أنت تتحالف مع إسياس أفورقي حتى يهزم الحوثيين. إذن إسياس أفورقي هنا يلعب لعبة يعني مع جميع الأطراف ولم يتخلى عن أحد حتى هذه اللحظة. هل الدول الخليجية لديها يعني فهم عميق لأيديولوجية هذا النظام وطريقة تعامله؟ لأنه يبدو أن كما عرفنا طبعا في السابق أن علاقته بإيران التي جعلت أو أثارت من المنطقة مما جعل السعودية اليوم تضع موقف من خلال أيضا زيارة إسياس للسعودية. كيف ترى هذا الموقف من الجانب الخليجي؟ للأسف يعني الإخوة العرب بالتحديد في دول الخليج والسعودية لم يفهموا طبيعة النظام الإريتري. يعني كيف يمكن لإنسان أصلا يكن عداوة لهذه الأنظمة في المنطقة أن تتحالف معه؟ يعني شيء أصلا لا يقبله منطق أو عقل. هو يزيق شعبه في إريتريا كل أشكال الألوان العذاب وألوان التشريد والقتل وكله. أنت تتحالف مع نظام عشان تحل قضية شعب آخر؟ لا يستوي هذا المنطق أبدا. نعم. يعني إذن دول الخليج لم تفهم طبيعة هذا النظام العدواني لشعبه أولا ولشعوب المنطقة ثانيا. يعني إذا كان هو المجرم الذي درب الحوثيين وكذا، كيف يمكن أن يساعدك لدرب الحوثيين مرة أخرى؟ طيب، إيران تشكل يعني مصدر خطر في المنطقة والخليج يعلم ذلك، ومع ذلك ما زال يقوم بهذه الزيارات كما ذكرنا. إلى أي مدى نستطيع أن نفهم أبعاد هذه الزيارة؟ هل هي فعلا لمحاولة قطع علاقاته لإيران كما قطعت السودان علاقتها بإيران؟ هو حتى لو النظام الإريتري يعني أصلا ما يعلن عن أهدافه ولا يعلن عن ماذا يريد أن يعمل. نعم. هو فقط ممكن يخدع الخليجيين، يخدع العرب بأني أنا معكم وأنا ساعدكم وأنا كذا، وباليد الأخرى يذهب إلى الإيرانيين ودول أخرى ويقول لهم نفس الكلام. هو فقط هنا يريد أن يطيل مدى حكمه في إريتريا. أما العرب يقبلوا هذا الكلام ويفتكروا أن الرجل هو معهم وأنه يساعدهم ويعطيهم القواعد وكذا. هذا كله يعني العرب يجب أن يفيقوا من هذه الغفلة. نعم. لأنهم الآن في غفلة ويتحالفون مع الأعداء ويتحالفون، ولكن في النهاية يتم استدراجهم إلى أن يتم تفتيت هذه الدول وتفتيت المنطقة وتفتيت دول الخليج، ولكن بعد ذلك يعني بعد فوات الأوان سيستفيقون. متى نرى اجتماع طارئ لدول الخليج مع سياس ويكون هناك اتفاقية موحدة بدلا من هذه الزيارات التي يعني تقوم بها دول الخليج كل على حدة مع سياس؟ هذه الدول كما ذكرت هناك تفاوت يعني في المواقف، السعودية، القطرية، الإماراتية، كل له يعني أهدافه الخاصة به، وإسياس أيضا والنظام في إريتريا عنده أهدافه الخاصة التي يريد أن يحققها، وواحد منها أن يجد الدعم المادي والدعم البترول ودعم أنه هو قد فك الحصار اللي كان مفروض عليه وفك العزلة العالمية والدولية وأصبح متجها والعرب معه وهكذا. نعم. هو يريد أن يسوق لنظامه بأنه الآن لم يصبح منعزلا عن العالم، ولكن للأسف على المدى البعيد هو لن يكون مع العرب ولن يدعم قضايا العرب ولا قضايا شعوبها. طيب. لأنه أصلا لم يكن مع قضية الشعب الإريتري الذي يعاني تحت حكمه وتحت نظامه كل أشكال الألوان. نعم. إذا هو مع يعني قضية مصالحه. نعم. مصالح هذا النظام بالتحديد. نعم. هذا الحاكم بالتحديد، هل فعلا أيضا لها علاقة باتهام أثيوبيا لإريتريا بطبعا زعزعة الوضع في أثيوبيا؟ نعم، هناك علاقة مباشرة بهذا الموضوع باعتبار أنه القواعد العسكرية أو بالذات ميناء عصب
الإثيوبيين أو النظام في إثيوبيا اتهم أو حتى تحدث مع قادة دول الخليج بما فيهم السعودية بأن هذا يعتبر تهديد لنا وتهديد كذا. نعم. والإثيوبيين عامة لهم حساسية. نعم. مفرطة من العرب باعتبار يعني أنه الثورة الإريترية كانت مدعومة وتأسست في الدول العربية في القاهرة وكان لها الدعم من الدول العربية بمختلف يعني توجهاتها، العراق، سوريا، دول الخليج دعمت الثورة الإريترية فأخذت بمساعدة هذه الدول إريتريا أخذت أو نالت استقلالها. إذن الإثيوبيين عندهم يعني هاجس أن العرب هم ضد الشعب ودولة إثيوبيا يعني منذ التاريخ يعني. فعندما أتى هؤلاء العرب بالإمارات والتحالف العربي في إريتريا أخذوا هذا التحديد مباشر لهم. وفي نفس الوقت يتهموا طبعا النظام في إريتريا بأنه هو يدعم، ليس هناك يعني أنا ما أعتقد هناك اتهام، بل إنما حتى القادة قادة المعارضة الإثيوبية يتحدثون أمثال بروفيسور برهانو نجا يتحدث من أسمرة ويعلن أنه سيسقط النظام في أديس أبابا. إذن هذا لا يحتاج اتهام، هناك أشياء موجودة يعني. فالنظام في إريتريا هو طبعا يعتبروا الإثيوبيين أنه الآن متحالف مع العرب، هكذا يفهمون، متعالف مع العرب، وأن هذه القواعد الموجودة في عسب أو في غيرها تشكل تهديدا لهم، فلذلك ربما تخوفا النظام الإريتري وكذلك دولة الإمارات حتى يتم احتياط حتى لا تتم ضرب هذه القواعد العسكرية. نعم. لأن الإثيوبيين الآن يواجهون، هل يمكن لنظام أحادي يعني ليس لديه أي مصدر قوة أو أساس أن يستخدم هذه الورقة بضرب القواعد كما ذكرت الإماراتية من قبل أثيوبيا؟ هل يمكن هذا يكون منطقي يعني؟ طبعا هناك الآن الدول يعني إذا تتدخل، يعني إحنا الآن مش غريب، أمريكا تدخل في تضرب في دولة هنا ودولة هناك. نعم. في اليمن بطيارات غير طيار ودول أخرى تتدخل، روسيا تضرب في سوريا. هذا الآن العالم ما أصبح هناك قوانين أصلا يعني حتى أنت تجد مبرر ضرب دولة أخرى يعني. نعم. من حيدين مين يعني؟ إذا كان العالم لا يدين أمريكا. نعم. مثلا في دربها لدول أخرى أو أكيد. روسيا في دربها في سوريا الغاب. أي منطقة. نعم. الغاب الآن هو. نعم. موجود في إثيوبيا لا تجد والله أنه هذا المعارض أو النظام الإريتري يدعم المعارضة الإثيوبية وهم اللي سببوا في زعزعة الأمن والمنطقة. يضرب ما في حد حيستنكر عليه لأنه العالم أصلا يعني إذا كان طيب. يعني القوى الكبرى تمارس هذا، إذن كل الدول الآن أصبحت حتى إريتريا لو عاوز أو أي دول حتى كانت صغيرة تريد أن تنتقم، يعني ما فيش حد يستنكر على، ربما كوفي عنان سيعبر عن قلقه وانتهى الموضوع. نعم. طيب يعني السؤال الذي أيضا يثير هنا في قضية الحراك الآن الموجود في أثيوبيا الذي قيل أن أحد أسبابه أيضا زعزعة الأمن من قبل النظام الحاكم في إريتريا، يا ليت تشرح لنا أكثر أستاذ شوقي، كيف يمكن أن النظام الإريتري زعزع؟ نعم. كيف يزعزع الوضع وكذا؟ طبعا هناك مرات يعني يكون في الأنظمة الحاكمة تكون عندها شماعات يعني ما تريد أن تعترف أن هناك شعوب مثلا مضطهدة، شعوب مظلومة، شعوب تعاني منذ عشرات السنين، يريدون أن يجعلوا أن والله هذا يعني الشعب ممكن يريد حقه، إذا يريد حقه تعطيه حقوقه المسلوبة، حقوقه التي يطالب بها. يعني النظام الإريتري نعم يحتضن معارضة إثيوبية مسلحة وبالوضوح يعني لا تحتاج إلى دليل كما يريدون دليل مثلا من القاهرة وأن هناك. نعم. كان اجتماع وكذا، لا، هناك أدلة واضحة وموجودة. يعني النظام يريد يعني حتى يعتبر النظام الحاكم في إثيوبيا نظام أقلية ونظام يعني وهم يرسلوا مسلحين. نعم. هذا واضح. هو وهل لقضية أيضا سد النهضة لها تأثير وخصوصا أن أيضا لها إريتريا علاقة بالحكومة المصرية؟ يعني قد يكون الحكومة المصرية طبعا كل الأنظمة يعني تحاول أن تبرر مواقفها يعني، ومن هنا تتفق مع مثلا مع النظام في إثيوبيا ومن هنا بيدعموا جهات وكذا، وفي نفس الوقت يستنكروا لأنه هذا حتى لا يدانوا من قبل النظام أو العالم أو حتى الدول المعنية.
إذن النظام في إريتريا علاقته في زعزعة الأوضاع في المنطقة ضعيفة، قد يكون يدعم هذه المسلحة المعارضة المسلحة، لكن الشعب لكن كذا يجب إذا كان هناك أنه تتم حل القضايا الأساسية، القضايا التي تطالب بها الشعوب، القضايا التي التي تطالب بها الشعوب، يجب أن يتم تلبيتها حتى تستقر المنطقة، تستقر الأوضاع في هذه الدول. لا يمكن أن تصدر لمشاكلك مثل الأنظمة خارجية. يعني ما هي توقعاتكم للمرحلة القادمة خصوصا في منطقة الخليج ونقل لهذه الزيارة للإمارات؟ أنا أشك تماما أن النظام في إريتريا يعني يصدق في تعاملهم في تعامله مع العرب، هم يعني هو يعني تقريبا فقط يستخدمهم حتى يأخذ منهم الأموال والبترول ويستفيد منهم في السمعة العالمية وهكذا. أما من تحت الطاولة يعني لا أستبعد أنه يلعب مع الإيرانيين، وبالتحديد وصول صواريخ باليستية للحوثيين في المنطقة وضرب حتى والسفن الحربية الإماراتية. أنا لا أستبعد أن هذه الأسلحة تأتي عن طريق النظام الإريتري للحوثيين مرة أخرى، لأنه ليس هناك، ما عنده أخلاق، لا أخلاق سياسية ولا أخلاق مع شعبه، فكيف يمكن أن يمارس الأخلاق مع الدول الأخرى والتي وقع معها اتفاقيات؟ إذن لأنه مش مصلحته فقط الاستمرار. نعم. الإمارات هي بالتأكيد يعني بمخابراتها وبعلاقاتها الدولية وخصوصا حراكها السياسي ليست بهذا، يعني لها أكيد فهم ودراية كاملة عن هذا النظام وكيفية التعامل معه بدليل تبادل هذه المصالح. هل تعتقد أيضا أن الإمارات لها علاقة بتقارب هذه العلاقات، علاقات إريتريا النظام بالغرب؟ هو النظام الذي لا يحتاج أن يكون عنده وسيط حتى يتعامل مع الغرب. الغرب يعرف النظام الإريتري ومنذ أن كان في الجبهة الشعبية حتى وصل إلى الحكم، فلا يحتاج، الغرب يعرفه تماما، الغرب يعرفه تماما واستخدمه لفترات وسيستخدمه. لكن الأشكال وين الآن بين النظامين في إثيوبيا وفي إريتريا؟ الآن أمريكا متورطة مع أيهما تعمل، يعني هي فضلت أن تتعامل مع النظام في إثيوبيا. إذن لماذا الإمارات تقوم بتحسين سمعة النظام من خلال شركات غربية؟ طبعا الإمارات يعني هي تريد أن تتواجد حتى يكون عندها سمعة عسكرية، وأنه عندها أكبر قاعدة عسكرية خارج الإمارات في دولة غير ذات سيادة للأسف. يعني مع النظام الإريتري أنه لم يعد لإريتريا سيادة، فتأتي يكون عندها قاعدة عسكرية وتحرك، ويعني إذا كان يعني دولة بحجم الإمارات يعني الحوثيين يضربوا منها السفينة، فلا تستطيع أن قطر هذه السفينة إلى ميناء عصب إلا بوجود ثلاثة مدمرة أمريكية. نعم. إذن يعني أنت ما عندك القوة أصلا في هذه المنطقة، وكيف ستدافع عن نفس؟ يعني إذا كان الأمريكان هم يحموا، فدعوا الأمريكان يشتغلوا شغلهم. يعني لماذا أنتم تكونوا هم الواجهة في تنفيذ المؤامرات في المنطقة باسم العرب باسم الخليج؟ تتم الآن هناك مؤامرات كبرى، والآن الأمريكان ربما نتحدث عنه، يعني عن وجوده، يعني في الوجود القادم لهذه الدول، وكأن الصراع على هذه المنطقة أصبح مرغوبا أكثر من صراعتها يعني برؤيتي حتى من سوريا. طيب نعود للموضوع الثاني سشوقي، وهي أن أيضا طيران التحالف الدولي يقصف قارب صيد لمدنيين إريتريين ويقع عدد من القتلى، حيث ذكر الخبر الذي أورده موقع حركة الإصلاح أن طائرات التحالف العربي الذي ينشط في اليمن في مواجهة الحوثيين قصفت القارب في مرسى واخعة التي تقع بين ميناء مخا ومرسى باب المندب أثناء عودتي إلى إريتريا محملا بالبضائع والمواد الاستهلاكية وأدوات الصيد. إذن سنعود لمناقشة هذا الموضوع مع الأستاذ شوقي الناشط السياسي، كونوا معنا بعد هذا الفاصل. والدي كان ينتمي إلى مجموعة
يوسف صلاح بن يوسف المعارض لبورقيبة كان مهتم كثيراً بأخبار الشرق الأوسط ومصر. كنت أعود من المدرسة أجد والدي في غرفة ظلمة وهو يبحث في الراديو هذا القديم بالترانزستور عن صوت العرب، يمكن صوت العرب والقاهرة وأحمد سعيد وخطاب جمال عبد الناصر، وأدخل على والدي أجده دائماً هو ينصت إلى هذه الأخبار. بطبيعة الحال تأثرنا بهذا. حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي السابق في الحلقة الأولى من مراجعات تأتيكم في الأوقات التالية. ارفعه برفق، فتحته يسكن الزمن. ماذا ترى الآن؟ أتروساً تدور؟ ماذا تسمع؟ ليست تروساً، إنها الحياة. وقع أقدام الزمن. الزمن يشيب والزمن يداوي. الساعة يرجوها السعيد لتقف والحزين لتسرع، لكنها لن تقف ولن تسرع. تمضي الساعة ونمضي معها، نرفع عن سوريا غطاء الزمن لنتحسس فيها الحياة. ساعة نديرها نحن، لا إلى الوراء ولا إلى الأمام، بل لنجلو المشهد على حقيقته وموضح الأفق والمدى. أدعوكم أنا محدثكم محمد علاء الدين لنكون معا عبر قناة الحوار الفضائية في ساعة سوريا. تكميم الأفواه سياسة ثابتة، وحينما توضع الحواجز أمام الآراء تفتح الحوار للمشاهدين باباً للتعبير عن آرائهم بحرية تامة. الرأي الحر فضاء حد السماء، يأتيكم في الأوقات التالية. حياكم مشاهدينا الكرام. ملفات إرترية نصف الساعة الثانية، الدور الإرتري في الحراك العسكري الدولي في البحر الأحمر مع الناشط السياسي شوقي محمد أحمد. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ شوقي. قرأنا قبل الفاصل عن هذا الخبر عن طيران التحالف الدولي الذي قصف قارب صيد لمدنيين إرتريين. أولا، ما صحة ذلك في تقديرك؟ طبعا هذا الخبر صحيح، وهو طبعا قارب صيد كان يستغله يعني أهلنا من البحارة العفريين، وهم طبعا معروفة العلاقة التاريخية بين سواحل إريتريا واليمن والجانب الشرقي من البحر الأحمر، ولذلك تم استهدافهم في هذا، واستشهد يعني عدد من الإخوة. والآن نحن ندين ونستنكر يعني هذا العمل، حتى لو يعني طبعا جاء من التحالف العربي، لأنه استهداف مدنيين في هذه المنطقة وهم من أهلنا من الشعب الإريتري، يعني هذا يعتبر يعني عمل مدان، وعليه يجب على قوات او القيادة التحالف ان تعتذر عن ما بدر عنها في هذا الامر، وتعود الاهالي الضحايا. نعم. لانه هذا يعتبر عمل غير مقبول وغير مبرر، يعني يجب ان تعتذر وفي نفس الوقت تعود الاهالي المتضررين. هل اعترفت قيادة التحالف الوطني بهذا القصف للمدنيين صيادي القوارب؟ لا اعتقد انهم اعترفوا. انا فيما على حسب متابعاتي، لكن هذا الامر موجود ومثبت، والاهل المتضررين والناس اللي استشهدوا واهاليهم معروفين يعني. وهذا الخبر مؤكد تماما انه تم قصف واستشهاد هؤلاء، وعليه
نرجو يعني لو ذهبنا إلى جوهر وجذور الصراع أن النظام الذي أدخلنا في هذه جرى البلد والمنطقة. وهناك طبعا نقطة أنا ممكن أتكلم عنها، حتى النظام الإريتري منع تماما البحارة الإريتريين وبالذات من أهلنا العفر، منعهم تماما أنه يكون عندهم تواصل مع اليمن، باعتبار أنه أولا ليس هناك وقود وليس هناك طبعا الثلج للأسماك وغير ذلك، ممكن أنا أتحدث عنه في طيب. حلقات أخرى. نريد أن نعرف الآن مسؤولية من اليوم المطالبة بحق أهالي الضحايا الذين قتلوا في هذا القصف من قبل قيادة التحالف. طبعا النظام الإريتري حقيقة لن يطالب، لأنه هو جزء أصلا من هذه الجريمة. نعم. لأنه هو السحل لهذه القوات، وهو ربما انطلقت هذا الطيران ربما انطلق من عصب ليقتل أهل عصب، يعني انطلق هذا الطيران ليقتل من عصب من القواعد العسكرية ربما الإماراتية ليقتل أهل عصب، لأنه أهلنا العفر هم سكان عصب وهم سكان المنطقة الدنكالية ومنطقة العفر. إذن يعني هذه الجريمة الذي يتحمله هو النظام الإريتري. طيب. وثانيا هذه دول التحالف، وعليه يجب على القوة بالذات في إطار المعارضة الإريترية يعني ومتمثلة في المجلس الوطني الذي يعاني كثيرا، أن تحاول أو حتى الجهات الحقوقية الإريترية أن تطالب بحق هؤلاء. طيب. الشهداء. يعني أستوقف أيضا هنا نقطة مهمة، إذن في ظل هذا التوتر، في ظل هذه الأوضاع الغير واضحة جدا، سنشهد ضحايا كثر على البحر الأحمر. نعم. من الصيادين وغيرهم. نعم. كيف سيتمكن اليوم صيادي البحر أو الذين يعيشون على هذه المناطق، مناطق البحر الأحمر، من أن يكونوا على حذر من هذا؟ نعم. الاستهداف الشعب الإريتري الآن بصفة عامة، ومنطقة عصب ومنطقة دنكاليا بالذات التي تقع أو سواحل البحر الأحمر الآن، ومن يسكنه معرضون للخطر، لخطر الموت، لخطر القتل، لأنه الآن مستهدفين من ثلاثة: من النظام الإريتري، من الحوثيين وعلي عقوات عبد الله الصالح، ومن التحالف العربي، ومن كل هذه الجهات، وإيران هنا موجودة وأمريكا موجودة. إذن هذه بركان يعني في هذه المنطقة يعني الآن بدأ يعني نقول منطقة ملتهبة، وبالذات. نعم. سيكون ضحاياه هم أهلنا القريبين من هذه المنطقة، وهذا الخبر جزء من هذه المؤامرة التي تستهدف شعبنا وشعوب المنطقة بصفة عامة. إذن لابد عليهم الحذر. نعم. تنويه كل من يسكن في هذه المناطق البحر الأحمر. طيب عودة إلى سشوقي إلى أيضا السؤال، القوى الوطنية الإريترية تعقد اجتماعا في أديس أبابا بقيادة التحالف الوطني، ماذا عن هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع هو جزء من السمينار يعني. نعم. تعقده قوى الوطنية، وحتى تصل إلى توافق واستمرار لنقاشات سابقة، وكيفية يمكن تضييق الشقة الموجودة بين الأطراف المتصارعة في إطار المعارضة الإريترية فقط. يا ليت توضح لنا قيادة التحالف الوطني من هم؟ هو جزء قيادة التحالف، هي جزء من قوى معارضة تضم يعني عدد كبير من التنظيمات الإريترية، وهي معروفة تقريبا لدى الجميع، ولكن المظلة الكبرى هي المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. هل يعني في ظل التوترات التي موجودة الآن في أثيوبيا، حالة الطوارئ التي أعلنت، هل راح تؤثر على عمل المعارضة؟ كيف سيكون وضعها في الوقت الراهن؟ طبعا بالتأكيد يعني أنت على إعلان حالة الطوارئ، وكنت بالأمس أقرأ يعني تفاصيل يعني العمل بتاع الطوارئ في إثيوبيا، ومتى يبدأ ومتى ينتهي، وكل هذه الأشياء إذا كانت للشعب الإثيوبي بصفة عامة يعني حتكون أكون يعني أكثر بالنسبة للأجانب يعني. نعم. بالنسبة للإريتريين يعتبروا أجانب في إثيوبيا، فحيكون يشملهم
وبالذات حيكون اتخاذ الحيطة والحذر يكون هو يعني أولى أولوياتهم. ولذلك أنه هذا الجو الموجود الآن جو الطوارئ ربما لا يساعد في بلورة يعني الكثير من القضايا بما في ذلك عقد اجتماع المجلس الوطني أو المؤتمر الثاني يعني في ظل هذه الأوضاع الخطيرة. هل تعتقد أن أثيوبيا التي أخرت فلنكن واقعيين من دعم المجلس الوطني أو المعارضة يعني مما جعل هناك سرعة أو تعجيل من تردي أوضاعها؟ الوضع في إثيوبيا هي يعني تأخرت في دعم المعارضة المجلس الوطني كم سنوات نسمع بأن هناك دعم قوي ومباشر لإنهاء هذه الأزمة في داخل النظام الإريتري وداخل إريتريا، وهل تعتقد أن هذا التأخير عجل من تردي الأوضاع في داخل إثيوبيا مما جعل في حالة الطوارئ الآن؟ النظام الإريتري كما ذكرت يعني هو من ضمن أهدافه هو دعم المعارضة الإثيوبية لزعزعة الوضع أو لتكون هي البديل للنظام الحاكم فيه في إثيوبيا. المعارضة الإريترية بصريح العبارة لم تجد الدعم القوي والمناسب حتى تكون هي البديل الحقيقي والقوي للنظام الإريتري، بل إنما في بعض المراحل يعني تم يعني عرقلت مسيرة المعارضة الإريترية متمثلة في المجلس الوطني، يعني يدخل من مشكلة إلى مشكلة أخرى. نعم. وهذه كلها قضايا انصرافية لا تهم الشعب الإريتري، فهناك كان يعني إطار أو استراتيجية أن الدولة في إريتريا تفشل نفسها بنفسها، وهناك جهات كانت تريد أن تكون البديل الذي يروق لها في إريتريا، وبحيث أنه هي تكون بتنظم الأمر بالريموت كنترول، ولكن كل هذا لم يتم يعني كما كان متوقعا، ولذلك الآن جاءت الأوضاع الأخيرة في إثيوبيا. نعم. وحدث ما حدث من مظاهرات واحتجاجات واستهداف جاب إلى أن قاد إلى التوتر. نعم. وعليه أن المعارضة الإريترية أو أنه إذا أردنا أن يكون في استقرار في المنطقة أن النظام الإريتري هو جزء أصيل يجب استئصاله من جذوره. نعم. ويجب الشعب الإريتري أولا. نعم. أن يقتنع بهذه القضية. نفهم ذلك أستاذ شوقي، ولكن المقصد بأن التأخير لدعم هذه المعارضة من قبل أثيوبيا جعل اليوم الوضع متردي في أثيوبيا، ما يعني آلت إلى أوضاع متوترة. لو كانت هذه الإمكانيات والدعم أتى بشكل سريع، هل تعتقد بأنه لم تكن اليوم نحن هناك في هذا الوضع؟ نربط أنه في قضايا أصلاً. نعم. حتى قبل استقلال إريتريا وقبل أن يكون المعارضة الإريترية بصفتها الحالية، هناك في مطالب أصلا موجودة وقديمة وتاريخية، يعني لا يمكن أن نربطها بتأخير الدعم للمعارضة الإريترية أو لا، بل إنما ربما عجلت أو زادت، لكن هناك قضايا موجودة ومعروفة تاريخيا في المنطقة. نعم. طيب نترك هذا للزمن. نعم. ليجيب علينا إذا كان هذا صحيح أم لا، بأن فعلا التأخير هذا أو التعطيل الذي أتى من كما ذكرت أثيوبيا بشكل واضح دعمها للمجلس الوطني جعلها اليوم تعاني هذه المعاناة، لا ندري إلى متى. ولكن بما أننا في المنطقة، منطقة البحر الأحمر، وهذا الصراع الذي أصبح معلن عن الصراع الكبير الذي أصبح يجر أيضا أمريكا إلى هذا الصراع، بعد أن ذكر في هذا الخبر أن أطلقت صواريخ في هذا الأسبوع باتجاه 3 سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر دون أن تصيب أي منها حسب ما أعلن الجيش الأمريكي الذي أشار إلى عدم تسجيل إصابات، ولكن جاء الهجوم وسط توترات مع المتمردين الحوثيين الذين يخوضون حربا في اليمن الذين اتهمتهم الولايات المتحدة هذا الأسبوع باستهداف سفن حربية أمريكية بصواريخ. السؤال، هل سنشهد دخول صراع جديد في المنطقة بعد ما جرت المنطقة إلى هذه كما ذكرت نعتبرها المنطقة الساخنة اليوم، إيران والتحالف العربي والخليجي وأيضا روسيا
وأمريكا كيف سترى مستقبل هذه المنطقة؟ حقيقة هذا الأسبوع شهد أنه أصبحت طبيعة الصراع في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي ويعني تتضح تماما بعد الحضور القوي للحضور الأمريكي القوي في البحر الأحمر. نعم. يعني الآن هناك بوارج حربية وسفن مدمرة فيها صواريخ توماهوك وغيره موجودة الآن في البحر، والحجة هي أن الحوثيين أطلقوا صواريخ نحو البوارج الأمريكية. يعني هنا يعني كما ذكرت في الأول الأمريكان يريدوا أن يتخذوا شماعة أو مبرر الحوثيين للتدخل العسكري في المنطقة، يعني كما اتخذوها شماعة أو مبرر داعش في تدمير سوريا والعراق والمنطقة. الآن الهدف ليس اليمن هو في حد ذاته هو المستهدف، بل إنما السعودية هي المستهدف الأول والأخير من هذه الحرب. يجب تفتيت السعودية وإنهاءها من الوجود. هذا هو الهدف الأساسي من التواجد الأمريكي الإيراني وكذا. لكن العرب يفهمون كأن أمريكا جاءت تساعدهم أو لحمايتهم. نعم، هذا مكتوب في جريدة الشرق الأوسط، جريدة الرياض الشرق الأوسط أونلاين. يعني هذا الخبر فقط نذكر أن هذا التدخل هو تدخل عسكري مباشر أو أول تدخل عسكري مباشر للولايات المتحدة على أساس أنه ضد الحوثيين. هذا هو ده يقولوا في الخبر. يعني جريدة الشرق الأوسط هي المقربة من الحكومة في السعودية وكذا، يعني تورد مثل هذا الخبر كأنه الأمريكان يأتون لمساعدة حماية السعودية من الحوثيين. ولكن في نفس الوقت أنه كنت أستمع قبل قليل إلى مقطع لواحد من القيادات اليمنية شهيد الشدادي وهو من اليمن، تم اغتياله قبل فترة قصيرة، يقول أنه حتى الأمريكان يعني هم ليسوا ضد الحوثيين أبدا. يعني إذا كان العرب أو دول الخليج تفهم أن الأمريكان هم ضد الحوثيين مخطئون تماما. صحيح. يعني الأمريكان والإيرانيين وكذا هناك يرتبون لأوضاع جديدة في المنطقة ولكن الآن يجد مبرر أن أطلق علينا صواريخ هنا وأطلق علينا صواريخ هناك وضربت المدمرة والسفينة الإماراتية. فالآن التواجد لم يكن عن طريق الوكلاء. فقط قبل أن نأخذ الاتصال فقط أذكر أن تقول أنها هي موقع كما ذكر في هذا الموقع بهدف حماية سفنها، موضحا أنها لا تسعى إلى انخراط بشكل أكبر في الحرب التي تشهدها البلاد. هذا هو العنوان الرئيسي. نعم، هو لهذه القوى هو الانخراط. الأمريكان في الأول يعني تركوا الوضع هكذا. الآن يريدون أن يتدخلوا تدخل مباشر. بل إنما زي ما ذكرت لك المقطع المذكور أنه الأمريكان هم يطالبوا دول التحالف العربي إيقاف يعني حربها في اليمن، وبل بالعكس يعني يريدون دعم الحوثيين. وكذلك لا نستبعد يعني كما هو واضح أن الناس كانوا يعرفون أن أمريكا وإيران هم ضد بعض وكذا، لكن اتفق مع الاتفاقيات الأخيرة أن الأمريكان والإيرانيين غير بعيدين، يعني أن المستهدف الآن هو المنطقة. والسعودية بالتحديد، وكما نعرف أن الصواريخ التي وصلت إلى الطائف عن طريق كيف أتت هذه الصواريخ من أين؟ كيف أتت هذه الصواريخ؟ يقول محلية الصنع وكذا، أن هو المستهدف الآن الأمن وكذا. لكن دول التحالف العربي بقيادة السعودية لم يفهموا حتى الآن أن الوضع هو يستهدفهم في المقام الأول وليس هو اليمن أو الحوثيين أو الإيرانيين. دعنا نشارك ساشوقي أبو أنس من السودان، أهلا وسهلا بك، تفضل. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا تحياتي لقناة الحوار و يا ليت الصوت. النظام في إريتريا طرح بمثابة أبرهاء الأشرم بالنسبة للعرب، والعرب واهمون إذا هم يعتقدوا نظام أفورتي هو صديقهم فهم أفورتي. نعم. أفورتي الآن في الوقت الحاضر يعني هم وصل لنا يتحالف معهم، لكن هو عين واحدة في مصر وعين واحدة في إيران إلى ما يتمكن وإلى ما يخطط له الأجواء. نعم. وربما وسياس ما عنده أحد،
اصله لو شفنا نحن علاقتنا مع السودان مع النظام في السودان دخوله في كفلة ضرب في مؤشرات ثم يعني ضربه كمان بالنسبه لجونجرن كان مع النظام النظام ما عنده احد نظام استراتيجي هو رجل ما عنده استراتيجيه لكن عنده استراتيجيه لضرب العرب بصفه عامه رجل طائفي وربما هو بس الحلم ده لسه ما وصل عليه فمن يعتقد هذا النظام يعني العرب اذا هم واهمين طبعا الامارات عندها حاجز كل الاخوان المسلمين وكذا في السودان وفي اريتريا وفي اليمن الاصلاح فعشان كذا بعد يقول لك كمان متوحدين طبعا بهذا الشيء وهو طبعا يسوق الاسلاميين والاخوان والحاجات زي كذا بالنسبه لنا لكن ده شغل تكتيكي الى ما يتمكن في المنطقه الى ما يجد حمايه كافيه من الايرانيين والمصريين هو الان دي عمليه تكتيكيه على في رايي دي نقطه واحده النقطه الثانيه دار اقول فيها بالنسبه للضرب طائرات التحالف ضرب المواطنين القياده بهذه الصوره هو حتى الناس الجديديه تعينوا من كم سنه قاعدين يشيلوهم الناس ما عمل فيهم حاجه لانه دول ما شعبه دول ما ناسي يعني ما ناسي دول العينه دي ما عايزه يضربوها الجديديه ولا يضربها التحالف ولا بهذه الصوره فعشان كده الرجل هو يعمل في مخطط بيعرفه وايه هدف له بينما نحن الان نحن متوهمين زي ما حتى ده يعجب التحرير الاوتري يعني من عام 74 الى سنه 81 كان يراوده وكان مصلو كان في تركي وحتى ما خشت بالشعار اللي كانت الشعار الحزين اللي كانت تحمله سندات عن تنظيم البطوله حتى النصر يعني معناه تدافع ان العدو يضربك وانت تدافع نعم فانا الوجهه الاولى العرب واهمين واهمين اذا يعتقد اسواق هو واقف معاهم شكرا لك أبو أنس شكرا على هذه المشاركة العرب واهمون وقد يبدو أنهم يتعلقون بقشة عندما يعتقدون أن كما ذكر أبو أنس أن النظام أو السياس سيقوم بدور الحامي وكما يقول المثل حاميها حرميها نعم الدور الآن كنت في نقطة أشكر أبو أنس أولا نعم. نفس الكلام أكد على النقطة التي ذكرتها ولكن لو عدنا في مسألة الوجود الأمريكي الآن أصبح وجود مباشر وكذلك نعرف أن هناك وجود إيراني قد يكون قريب أو بعيد ووجود قوة أخرى موجودة إذن المنطقة الآن ملتهبة الأمريكان الآن لا يريدوا أن يتعامل أحد بالوكالة يريدوا أن مباشرة وخاصة بعد صدور قانون جاستا الذي يبيح للأمريكان أن مقاضاة السعودية واستنزافها ماليا حوالي 4 تريليون دولار يعني استنزافها ماليا واستنزاف عسكريا إفلاسها أيوة نعم حتى الآن لو الأمريكان أرادوا يستطيعوا ينهوا الحرب باعتبار أنه يوقفوا تصدير السلاح للسعودية ويوقفوا الإسبيرات للطيران وكذا الحرب انتهت يعني الآن الذي يريد أن إيران تريد يعني أو الترتيب للمنطقة أن تكون إيران ومن حولها وكذا أن يكون هم يقودوا أو يستولوا على هذه المنطقة بما فيها الأراضي المقدسة بما فيها كذا هذا هو مخطط الكبير يعني نعم. إذن يعني أنت الآن تورد خبر بهذه الطريقة ولا تعرف يعني أبعاده وتداعياته أن وجود الأمريكان الآن أولا يجب أن يفهم أن الأمريكان ليسوا ضد الحوثيين بل إنما سيتخذونهم مع يعني يعبروا عن طريقهم لوصول لأهدافهم لأهدافهم طيب نعم. يعني برأيك ساشوقي هل سنشهد في المرحلة القادمة عودة على عودة الحرب الباردة بين أيضا أمريكا وروسيا في هذه المنطقة بما أن إيران أيضا هي مدعومة من روسيا أوكي روسيا تدعم سوريا الحاكم في سوريا تدعم أيضا إسرائيل وسياسة داخل في هذه اللعبة المثلثة الغير واضحة هل سنشهد الوجود الأمريكي الروسي في هذه المنطقة؟ هو الوجود القوى الكبرى في المناطق نحن كما ذكرنا أنه شاهدنا الصراع الموجود الآن في سوريا
يعني متآمرة فيه روسيا أمريكا غيرها، يعني كأنه هناك حتى تنسيق حتى في ضرب الطيران، هذا يقول أنا ضارب يعني أضرب داعش وهذا يقول أضرب المقاومة، فهناك في تنسيق يعني روسي أمريكي في سوريا وفي العراق وكذا. فنفس الكلام ينطبق على منطقة القرن الأفريقي ومنطقة حوض البحر الأحمر والمنطقة التي تشمل دول الخليج، يعني يمكن يكون تنسيق أمريكي روسي وإيراني في المنطقة. المستهدف الآن هو يعني الدول التي يعتبرونها الآن يريد أن يتخلصوا منها، الدول يعني تفتيت السعودية، دول الخليج، اليمن، في كل هذه المنطقة يراد لها الآن يعني أن تخرج إعادة هيكلة وبما يخدم أهدافهم ومخططاتهم. ولكن يجب شعوب المنطقة وقادتها أن يفهموا أن الدور جاي عليهم، ربما ليس اليوم غدا، وإن لم يكن غدا فبعد غدا. فإن الصواريخ التي تضرب الآن في صنعاء ولا في عدن ولا في 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 في, في بعض المناطق هي ستأتي إلى مناطق أبعد من كده، لأن نحن لم نفهم طبيعة الصراع في المنطقة. بكلمة للدور الإرتري، لأننا انتهينا من الوقت، الدور الإرتري في هذه المنطقة بكلمة سريعة. الدور الإرتري، النظام الإرتري، النظام الإرتري أصلا يعني لا يعني هو بيدير اللعبة، يعني بحيث أن يكون موالي لهذه الجهة اليوم وغدا لهذه الجهة الأخرى، إيران، إسرائيل، أمريكا، روسيا، وهكذا يلعب، والعرب يلعب بهذه التناقضات في المنطقة ويطيل من عمر نظامه الذي هو ضد الشعب الإريتري، والشعب الإريتري الذي يريد تغييرا حقيقيا وأساسيا في المنطقة. ويوم يتم التغيير في إريتريا سيكون هناك يعني في هذه المنطقة هدوء، وحيكون في سلام واستقرار بإذن الله. أستاذ شوقي محمد أحمد ناشط السياسي، شكرا جزيلا لك وجودك معنا في هذا الملف. ناقشنا الدور الإريتري في الحراك العسكري الدولي في البحر الأحمر. اللقاء يتجدد الأحد القادم بإذن الله في ملف جديد. انتظرونا. تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.